السلام عليكم بنات، مرحبا بكم من جديد في معايا في القناة ديالي. اليوم جيت لكم بالوصفة السحرية للبياض التفتيح وسورتو ليطاش. كنا كنعرفوا بان لو شاربون نوار مزيان في لي ماسك. انا على حسب التجربة ديالي ديجا استعملته كمادة خام، دونك بودر مع ما ورد ولا مع مكونات واحدة اخرى، واستعملته كذلك في ان برودوي لي ديجا بري اللي نصحوني به في لو سالون دو كوافير اللي كنمشي ليه. صراحه اليوم جيت باش نبارطاجي معكم هذا الماسك، هذا اللي فادني بزاف ومازال كيفيدني. دونك اون فوا كنشوف النتيجه ديال شي حاجه كنتقاسمها معكم وكنبارطاجيها معكم. الوغ بقاي معايا، غادي نهضر لك على هذا البرودوي وغادي نوريه لك اللي ممكن انه ينال الاعجاب ديالك، وانا اكيده انه غادي ينال الاعجاب ديالك. فوالا، دونك غنبدا نابليكي الماسك ديالي. البنات تالمون الي ان بو ايبي وكيلصق، ما كيليقش انك تابليكيه ب فوالا غاردي، ما كيليقش انك تابليكيه ب ان بانسو. دونك كنمشي هكا دقه دقه. الوغ البنات، من بعد ما حطيت الماسك ديالي كنخليه ينشف. اون فوا كنحس بيه بانه بدا كينشف، بدا كيجبد ليا لابو وبدا كيقصح، كنقلعو بهذه الطريقه هذه من التحت للفوق. فوالا، دونك وكنغسل وجهي وكنمسح بما ورد وكندير السيروم ديالي ولا لا كريم ديالي. بقاو معايا باش تشوفوا النتيجه النهائيه. الوغ البنات، من بعد ما نشف ليا الماسك ديالي غادي نبدا نقشرو بشويه. هانتوما غتشوفوا كيفاش كيتقشر، وميم طون غادي نوريكم شنو كيكون لاصق فيه. دونك فوالا، ها هو كيتحيد. صراحه احساس رائع فاش كتقشريه وكتحسي بان لابو كتنقى. بقاو معايا غادي نوريكم النتيجه النهائيه. الوغ البنات، من بعد ما حيدت الماسك ديالي هذه هي النتيجه النهائيه. دونك تنحس بلابو ديالي تنفسات، يا بلو دو تاش، المسامات ما بقاوش بحال افون. دونك جو في فو مونطري افون اي ابري. شوفوا معايا هنا غادي نوريكم شنو تحيد وشنو لاصق في الماسك. كنتمنى يكون كيبان لكم واحد الرؤوس بيضاء صغيره. دونك هذا علاش كيصلح هذا الماسك هذا. كنتمنى يكون عجبكم. الى عجبكم ما عليكم غير تمشيو تسولوا في لي سالون دو كوافير، و سينو نسحب الماكياج على لو ماسك دو شاربون نوار. كنتمنى تكون عجبتكم كذلك الفيديو ديال اليوم، و الى عجبتكم ما تنساوش انكم تلايكيو وتابوناو و ليسي دي كومونتير. Je vous adore. À bientôt.